السلام عليكم. مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم. نرجو اللايك والاشتراك في القناة ليصل منا كل جديد، وليستمر معكم البث بدون تقطيع. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بيرمينغهام اليوم عن تأجيل موعد مباراتي ليفربول ضد أرسنال وبرنلي في البرميل، ويلعب ليفربول مباراتين في الدوري الإنجليزي في شهر فبراير، حيث يواجه أرسنال وبرنلي. وكان من المقرر في وقت سابق أن تقام مباراة ليفربول وأرسنال يوم 3 فبراير ومواجهة ليفربول وبرنلي يوم 10 فبراير، لكن تم تغيير موعد المباراتين. ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، خلفا لفريق أرسنال المتصدر برصيد 39 نقطة. نتمنى التوفيق للفريقين. نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد، وليستمر معكم البث بدون تقطيع، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله.